بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي أحبائي مشاهدي الكرام، النهاردة معكم حلقة جديدة من مطبخ رئيسة. طبعا معايا الشيف نيرة، ما شاء الله يعني شيف 10 على 10، من أهل المنيا. دي حاجة تشرفنا طبعا وحاجة مشرفانا. النهاردة هتعمل لكم أكلة خفيفة حلوة إن شاء الله. يا ريت تركزوا، والخطوات أهم حاجة، تاخدوا بالكم من الخطوات. حبيبتي شيف نيرة، يلا اتفضلي بقى قدمي الطبخه بتاعتك. اولا حابه اشكر حضرتك، ربنا يبارك فيك يا غالية، ان انا طلعت معاكي. ثاني حاجه حابه اشكر اهلي واصحابي يعني على الدعم اللي هم بيقدموه ليا، وان شاء الله تبقى حلقه كويسه جدا ان شاء الله. ان شاء الله معايا النهارده هنعمل بيكاتا بصوص المشروم. دي وصفه انقاذ يعني، عارفه انت لو اي ضيف جالك سريعه جدا وسهله وما بتاخدش وقت خالص يعني. بصي احنا هنعمل معاها كمان حلو، والحلو برده مش هياخد وقت يعني. هنعمل سفره كامله النهارده مش هتاخد معانا ما شاء الله عليك يعني مش هتاخد معانا ساعه بالكتير كتسويه. سهله جدا. اول حاجه هنا هحط زبده، معايا الفراخ صدور فراخ شرايح، انا هنا حاطه لها ملح وفلفل اسود عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. الشرايح شبيهه بالبانيه، شبيهه بالبانيه، دي شرايح بانيه. ده دقيق، معايا دقيق، هاخد شريحه البانيه وهحطها كده اهو، هشوف لك الماسك وهبتدي ان انا احط. هو هياخد معايا بالظبط يعني 10 دقائق تشويح، هديله بس تشويحه بسيطه اهو. ماسكه شيف نيرة، اه على مهلك. انت متبلاه في بيض ولا بس فلفل؟ لا لا لا، فلفل وفلفل اسود وملح بس، مش حاطه اي حاجه، مش اكتر من كده. هو هياخد تشويحه معايا على النار، مش هياخر يعني. طبعا الزبده دي نفس الطاسه دي هنعمل فيها بقيه الصوص بتاعنا والحاجات بتاعتنا. كان في الطاسه فاضي نحط فيه نكمل. لو انت حابه طاسه ثانيه ممكن تحطي في طاستين عشان بس الوقت، عشان الوقت يسعفنا. حطي لك في الطاسه الثانيه. لا هاتي النشا، الدقيق، سوري اهو دقيق. لا بصوا بقى، احنا هنا هنحطه في الطاسه دي. المقادير هتكون معانا كله على بعضيه هنا، اوكي؟ المقادير على الشاشه. بيكاتا الدجاج بيكاتا بصوص المشروم. معايا بقى طبعا احنا هنستنى لما ده يخلص بس عشان وقت الحلقه، فهنعمل الصوص في ووك تاني عشان وقت الحلقه بس. عشان ايه اهو هنعمل الصوص في ووك تاني. المقادير على الشاشه طبعا كانت موجوده ان شاء الله خير. يا شفناها نيره، نفسك زي الفل. هنسيب الزبده تسيح. المشروم انت محتاجه المشروم ثانيه. لا انت مش بتحط زبده المفروض؟ انا حاطه زبده. ده المشروم، هنزل هنا بفص ثوم على الزبده اهو، يطلع الريحه بتاعته. وهنزل بالمشروم. انت كمان فيه البصله اهو. لا بتاعت السلطه اهو، معلش. ما علينا ما علينا، مش كده. بصوا سهله جدا، هنديله تشويحه. تقدري تحطي بصل لو انت حابه، مش حابه عادي بتبقى جميله ولذيذه كده. طبعا هشوف لك اهو، لما تطلب الخضره قولي ماشي. اوكي طبعا شيف نيره مجهزه مقدار من الرز ده. الوصفه دي تقدري تقدميها بقى مع رز مسلوق، مكرونه، اي حاجه يعني. هي سهله جدا ما بتاخدش معاكي وقت خالص. حابه بقى تقدمي معاها رز بسمتي مسلوق مثلا، حاجات زي كده يعني، مش هتاخد معاكي وقت خالص. ما شاء الله عليك انت، ميرسي، استاذه في المطبخ. عايزين ندي مثلا ان اهل الصعيد مش بس القاهرين بيعرفوا يطبخوا يعني، احنا الصعيده برضو بنطبخ الحمد لله يعني.
كلنا كلنا. الشيف نيرة عندها قناة على اليوتيوب باسمها نيرة طه. نيرة طه. يا ريت كلنا ندخل ونشارك في قناة اليوتيوب إن شاء الله، وتشوفوا الوصفات الشيف نيرة ما شاء الله، يعني مش أي حاجة مش عايزينها بالمقادير. بالظبط، هتلاقوها على القناة عندي على اليوتيوب. وفي قناة تانية أنا حابة أشكرها وأنا معاكي، قناة ريتال، مطبخ ريتال للأكلات الشهية. بصراحة دي يعني من أكتر الناس اللي أنا يعني حبيتهم وعرفت لازم تيجي فعلا. بصوا أهو هياخد تشويحة ونشم ريحة التوم كده تطلع. نبتدي بقى ننزل. معايا هنا كريمة لباني أو كريمة طبخ أهو، هنزل بيها كلها كده. دي موجودة في السوبر ماركت متوفرة؟ موجودة. طيب لو مش موجودة وش اللبن شغال؟ اللبن. وش اللبن. لا مش كله بيعمل وش اللبن على فكرة، صعب انك انا بعمل وش اللبن. انا بعمل وش اللبن. بتغلي اللبن وبتحطيه في الثلاجة ثاني يوم. واحيانا بعمل بقى زبدة يعني زبدة صعيدي بقى. اللبن بنجيبه كده يعني زبدة بتبقى جميلة خالص. على فكرة انا كنت بعملها كده، كنت بشيل وش الزبدة و يبقى سمنه بلدي. سمنه بلدي كده. المشروم مع الكريمه اللباني مش كده؟ حاضر يا غالي. سهله، وصفه سهله ولذيذه خالص ومش هتاخد معانا وقت. على فكره هي كده يعتبر خلاص شبه انتهت. زي ما قلنا هتقدمي معاها بقى صوص رز. تقدمي معاها. معانا استاذه نهله على التليفون. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اعمل مداخله مع الاستاذه نيره؟ اتفضلي حبيبتي، انا سامعاكي. شكلك كده قريبتها حبيبتي. احنا متابعين القناه بتاعتك، ممتازه جدا جدا، والحاجات بتاعه رمضان كلها يا حبيبتي، الحاجات اللي انت عاملاها جميله خالص خالص. تسلم ايدك يا قلبي. تسلمي لي، كلك ذوق. ربنا يخليكوا ليا يا رب. نيره ما شاء الله ربنا يعينك. وشكرا لدعمكم ليا. انا الوصفه بتاعتها انا هجيبها، هجيب القناه. انا اوعدك ان انا هجيب القناه واشوفها ان شاء الله. شكرا ليكم، ربنا يخليكم ليا يا رب، وشكرا لدعمكم جدا جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاص انت دي النشده خلاص. بصوا انا هنا اهو، المفروض انه انا كل اللي حصل ده انا هعمله على الفراخ هنا، او هشيل الفراخ وابتدي انزل بالثوم والمشروم والحاجات دي، عشان وقت البرنامج زي ما قلنا احنا هنحطه في ووك لوحده. عملنا الصوص في ووك لوحده، الوصفه كده جاهزه معانا. شفنا نيره طبق الرز. طبعا هنحط الملح والفلفل اللي حابب. اسمع على التليفون. اسمع شيف نيرة على التليفون. الو الو الو. ايوه ايوه ايوه. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يخليك يا غاليه. يا رب يخليك. اول مره اتفرج على البرنامج بس عجبني جدا. ربنا يخليك يا غاليه ربنا، ومش اخر مره ان شاء الله، يعني اكيد دايما هتتابعينا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا غاليه، ان شاء الله باذن الله. ممكن اعرف بس طريقه السبونج كيك؟ سبونج كيك؟ الاسبونج. كيك الاسبونج. تمام ماشي، شكرا شكرا ليك يا غاليه. حاضر. بصي السبونج كيك انت بتعملي البيض على حسب مقاس الصينيه، وليكن مثلا هنعمل مقاس صينيه 26، هنحط لها 8 بيضات، هنفصل الصفار عن البياض، هنبتدي نضرب البياض لوحده وهنبتدي نضرب الصفار لوحده، وبياخد معايا كوبايه سكر او نص كوبايه، ده بيبقى على حسب الرغبه، وبتضربي البياض لحد لما بيعمل فوم، وبتنزلي عليه بقى بالصفار الفانيليا. بصي عموما انت ممكن تلاقيها على القناه عندي فيها تفاصيل اكتر. هي بس هي سهله جدا، ما فيهاش مكونات كتير، بس هي بتبقى محتاجه قوي تكنيك، يعني فيها تكنيك مش اكتر، بس هي سهله جدا تفاصيل يعني. شويه بصوا كده انا اهو، طبعا احنا الفراخ مسويينها في الطاسه، يعني مدينها تحميره. استاذه ناديه على التليفون معانا. الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه ناديه من المنيا. شكلها اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا غالي. اهلا بيك حبيبتي، اهلا بيك. ممكن اعمل مداخله مع الشيف نيره؟ اتفضلي يا غاليه اتفضلي. انت شكلك كده تبع الاستاذه نيره مش كده؟ متابعيها؟ طول عمرنا صحاب في المدرسه مع بعض. أكيد يعني ربنا يوفقها يا رب. شوف نيره ما شاء الله عليها. اللهم امين. ما شاء الله عليها. ناديه؟ ناديه مصطفى. يا حبيبتي عامله ايه؟
انا الحمد لله تمام، ربنا يوفقك يا حبيبتي، ربنا يخليك ميرسي يا رب. ميرسي يا قلبي، ميرسي، شكرا ليكي جدا. انت كل اللي بتعمليه حاجات جميله، وانت طول عمرك مجتهده، وربنا يا رب يوفقك يا رب، طول عمرك بتشتغلي على نفسك، ربنا كده تشوفك في احسن حال يا حبيبتي. يا قلبي يا ناديه، ميرسي يا قلبي، ميرسي، شكرا ليكي، شكرا. ايه يا حبيبتي، حبيت بس اصبح عليكي واسلم عليكي، وتسلم ايدك على كل اللي بتعمليه. تسلمي لي يا رب، كلك ذوق يا ناديه. طب ناديه، على اعتبار انك انت من اصدقاء الشيف نيره، ليكي اي طلبات في المطبخ؟ لا هي مش مخلينا عايزه حاجه يعني على الصفحه بتاعتها. قناه اليوتيوب ما شاء الله عليها يعني. ما شاء الله، ربنا يكرمها. ميرسي يا قمر، نورتيني. شكرا مرسي. شكرا استاذه ناديه، شكرا. طيب كده احنا خلصنا ال البيكاتا كده، خلاص استوت معايا. طيب ماشي، تمام. هنبتدي بقى ان احنا نقدمها، والتقديم ده سهل جدا زي ما قلنا. تقدري بقى تقدميها مع سلطه، تقدميها مع رز، سوري، مكرونه، اللي يعجبك، رز بسمتي ابيض اللي انت حباه يعني. بصوا ما خدتش في ايدينا حاجه، سهله جدا ولذيذه كمان يعني. تدخلي تحضري السفره كده، الكل ياكل منها حاجه كده ما شاء الله جميله يعني، ريحه طعمها ما شاء الله زي الفل. تسلمي ايدك شيف نيره، ميرسي جدا. شيف نيره، من كام سنه كده انت بتطبخي؟ اكيد لكي يعني من وانا طفله. اكيد طبعا بدخل بقى، وكنت ببهدل الدنيا في المطبخ. الست الوالده شطوره يعني، عشان تعلمك الطبخ. بصراحه دي انا بقدم لها كل الشكر بصراحه يعني، وبقول لها ربنا يخليكي ليا يا رب، ويعني ربنا يا رب يديمك نعمه في حياتي يعني. امين يا رب العالمين. طيب هنعمل بقى سلطه خضار. انا بحب اقدمها مع البيكاتا. هي عباره عن خضار مسلوق، في فاصوليا، بطاطس، جزر، بسله، اللي يعجبك خالص. خضار مسلوق عادي يعني، مسلوق عادي. هنحط له معلقه زبادي كبيره او كوبايه زبادي يعني، اهي. على فكره هو احنا بنعمل يعني، ممكن نعمل الدريسنج ده لوحده. ماشي، ممكن نشيل بعدين. انت محتاجه دي خلاص؟ محتاجاها. عشان وهنحط معلقه مايونيز كبيره. مايونيز اهو معانا. نشوه على التليفون، الو. ايوه استاذه نشوه، يا اهلا بيكي. نيره منورانا يا نيره. دي اختك؟ اختي دي نشوه، اختي الكبيره. فربنا يخليها ليا يا رب. ربنا دي مامتي الثانيه. ربنا يخليها لك. مفيش فرق سن بينا. ما شاء الله عليكي، جميله يا قلبي. من يشهد العروسه اكيد طبعا، مع ان انا شاهده بدون ربنا يخليكوا ليا. انا شاهده والله يعني، ربنا يخليكوا ليا يا رب بجد والله. انا مش عارفه من غير دعمكم ده انا كنت يعني ما كنتش هوصل لهنا اكيد يعني. لا انت سهلي اكتر من كده والله يا عمري. يا قلبي شكرا. هتتصل بيك النهارده شويه باين كده. يلا يا منيويه كلموني. ربنا يكرمك يا رب. احنا وراكي. ربنا معاكي يا عمري. ربنا يخليكم لبعض. شكرا. اهم حاجه شكرا جزيلا ليك يا غاليه. شكرا. ماشي. طبق بصوا انا كنت حاطه على الخضار قبل الهوا الخل، الليمون، معلقه خل ومعلقه ليمون، والملح بتاعي، والفلفل، وكده احلى طبق سلطه بالخضار اهو. شايفين شكله؟ بس 100 100. نبدا نعمل البسكوت بقى. اوكي انا ممكن اغرفه. طيب هنا كده احنا الاكل اللي معانا اهو خلاص خلص. خلاص كده احنا الاكل بالتطعيم انتهى، لكن احنا حاليا هنبدا نعمل طبق الحلويات، التحليه. بسكوت. شيف نيره هتعمل بسكوت. هنا احنا قلنا ده هنقدمه مع سلطه. مع سلطه كده بيبقى جميل جدا. طيب عندنا بقى نوع حلا سهل وسريع ولذيذ في نفس الوقت. احنا قلنا ايه؟ هنطلع سفره يعني ممتازه. اكيد، ما واضحه اهي ما شاء الله عليكي. هنطلع سفره ممتازه. معايا كوبايتين دقيق، ويمكن المقادير نزلت. سوري، لبن، حليب. المقادير نزلت. دي النشا. النشا معايا 4 معالق نشا. الويسك. لا هجيب لك انا، لو مش اهو، وهقلبه كده. والسكر، نسيت السكر. لا ما نسيتوش لسه اهو. وادي السكر. طيب بقيه اللبن، الحليب هنا هنعمل فيه ايه؟ هنجيب
قهوه سريعه الذوبان. قهوه سريعه الذوبان. لا كنت بدات اتوتر. قهوه سريعه الذوبان وهنحطها كده علشان نطعم البسكوت بتاعنا. تمام هندوبها. ماشي انا هدوبها. ماشي وهنبتدي نحط البسكوت جوه القهوه على بال ما ناخد فاصل بقى ونرجع. يعني احنا نطلع فاصل بقى ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل. ان شاء الله هنعمل طبق هنعمل حلا. حلا بارد سهل جدا وسريع خالص. احنا هنا قلنا حطينا الحليب والسكر والنشا ومعايا معلقتين كاكاو او معلقه كبيره خام، ده على حسب رغبتك. يعني الفانيليا محتاجاها دلوقتي اهو. بقى معانا صوص تحفه، لبن ونشا والكاكاو والسكر. ممكن حابه تضيفي مكعبين زبده ضيفي، وش اللبن ضيفي، قشطه بوك ضيفي. هتدي له نكهه مختلفه الزبده طبعا تدي له سيوله كده كمان. ايوه اهو هيبقى معانا احلى صوص. اصلا هو ريحته من دلوقتي باينه. ده يعني مش محتاج لا فرن ولا محتاج اي حاجه. لا لا. سهل 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 جدا يعني. وسريع. وهو كده خلاص تمام معايا، هشيله من على النار. كل ستات البيوت بقى بعد الحلقه تتفضل كده وتعمل الطبق ده كله يدخل المطبخ عشان يدعوا لنا ان شاء الله. طيب معايا هنا بقى بقيه الحليب. هنحط فيه البسكوت كده. احنا بالمفروض ان احنا بنشرب البسكوت من مسحوق القهوه اللي هو سلات الذوبان، لان هي الكيكه بارده بطعم الكابوتشينو. تترص كده اهو. وخلاص احنا كده خلصنا الحلى بتاعنا. تقدري بقى تحطي له بسكوت شوكولاته، بسكوت ساده، كل الحاجات دي شغال معاكي يعني. تقدري تطحني البسكوت ممكن بسكوت بني او بسكوت اصفر. ممكن تطحنيه وتحطيه. يعني ممكن تحطي مطحون بدل ال كل الفكره انه بيبقى طبقات، يعني طبقه بسكوت، طبقه كريمه، طبقه بسكوت كده يعني. وخلاص بترشي عليه بقى من فوق كاكاو خام، سكر مطحون ابيض. الموضوع سهل يعني خالص. معلش بس نظبط الطبق، بس نظبطه عشان يبقى ايه. طيب تمام. الشيف نيره طبعا المفروض طبقه بسكوت وطبقه من الصوص، الصوص اللي هو البني اهو. بيشرب بقى هو وبيتشبع كده وبيبقى. تفضلي تعمل يعني نفس الخطوات دي طبقات لما ينتهي المقدار كله. طيب. تبقى نفس الطريقه دي زي ما انتم شايفين. احنا بقى عشان وقت البرنامج فهننزل بالصوص بتاعنا كده اهو. استني عشان الجزء الباقي كده هنفرده نفس الطريقه دي. ايوه المفروض ان الصوص يوصل لكل اجزاء البسكوت. هنعمل الطبقه الثانيه اهو. احنا كده الحاله بتاعنا هو برده خلص. خلاص احنا خلاص على وشك كده خلصنا بس الطبقه الثانيه وخلاص. خلصنا. المفروض ان ده يتحط في الثلاجه صح؟ بيتقدم سخن، بيتقدم بارد، بيتقدم في الفريزر، بيتقدم بكل اللي انت بتتخيليه اهو عشان بس وقت الحلقه. طيب طبعا المقدار قدامكم. احنا حطينا طبقه البسكوت الاولى وبعدين جزء من صوص الشوكولاته وبعد كده بنحط الطبقه الثانيه وصوص الشوكولاته. خلاص يعني كده الى ما لا نهايه لما ينتهي المقدار كله.
و هو براحتك، انت حابه تخليها طبقه، حابه تخليها طبقتين، اللي يعجبك خالص يعني. اهو طبعا النهارده كانت شيف نيره ما شاء الله من المنيا معايا النهارده، عملت اصناف اكل زي الفل، كانت معاكم في المقادير وفي الطريقه. ان شاء الله معانا الحلقه الجايه يوم الثلاثاء باذن الله الشيف هديل، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه حلوه زي دي كده ان شاء الله. ان شاء الله ويعني نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي باذن الله. طيب احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الحلقه بتاعنا كان بسكوت حلو بارد سهل وسريع وجميل. خلاص كده ويا رب تكون الحلقه خفيفه عليكم، وشكرا جزيلا ليكم، شكرا شكرا الف شكر ليكم. مع السلامه.